سلام. لك حارس، لك حارس. الحمد لله رب العالمين. اجري مبثث اثناء الحرب هو معارك بحلب اثناء قبل نزوحنا على محافظه ادلب مخيم حندرات، يعني بين الشهر 11 انبثرت 1/11، والحمد لله جينا لهون شفنا مشفى الزراعه في احد من الاخوه بالدكتور اسمه ابو حسين، قام بعلاج الاطراف مشان اجرينا معالجه وهالشغلات الله يجزيه الخير. تم انه يعني نساوي مباراه نتحدى البثر، والحمد لله جينا هون على المباراه عم نلعب ونشوف، يعني بتكون اللياقه البدنيه يعني احسن وتحسن للجسم، وان شاء الله وعدنا على الصيف على المسبح ان شاء الله، بدنا كمان نتمارس المسبح، نتمارس الحصان، نتمارس اللهم صل على سيدنا، يعني كل شيء.